برضو من ضمن التصريحات المهمة جدا اللي اتقالت الأيام اللي فاتت دي كان تصريح من عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر، وقال إن قرار الرحيل عن نادي الزمالك ما كانش بإيده، ولكن أزمة إيقاف القيد هي اللي تسببت في عدم قيده والرحيل لفريق فيوتشر. قال عمر كمال عبد الواحد: انتقلت لنادي الزمالك من المصري في صفقة انتقال حر، ولكن القيد كان مغلق في نادي الزمالك بعد توقيعي، عشان كده لم يتم توثيق العقد فانتقلت لفريق فيوتشر في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنين، وكل يعني مدار حوالين ان انا ممكن ارجع تاني لنادي الزمالك من فيوتشر كلام، ولكن يعني ما فيش عندي اي بصراحة دخل في الموضوع ده، وماليش ايد برضو ان انا اكون موجود ولا لا. واتكلم برضو وقال نجم فريق فيوتشر: اختيار الرحيل من نادي الزمالك برضو ما كانش بايدي، وده بسبب ازمة القيد، واختياري ان انا انتقل لاي فريق بيحسمه اكيد فرصتي في المشاركة. نادي الزمالك ما اتكلمنيش اصلا وما فتحنيش ان هو ارجع مرة تانية او انتقل لصفوفه. واتكلم برضو وقال ان هو يعني تواجده في فريق فيوتشر والمشاركة المستمرة اكيد ضمنت له ان هو يكون متواجد في منتخب مصر، ان هو يشارك في البطولة العربية وبطولة امم افريقيا، والفترة دي كانت من اسعد ايام حياته. كمان اتكلم وقال ان الكرة ما فيهاش عواطف، وكل لاعب اكيد بيبص او بيستنى الفرصة ان هو يشارك سواء بقى في اهلي او في زمالك، وان في لعيبة اهلاوية بيلعبوا في نادي الزمالك والعكس صحيح، فالكرة يعني في الوقت الحالي هي كرة احترافية. وقال كمان ان انا شاركت مؤخرا في المباريات وانا مصاب برباط الداخلي وبغضروف الركبة، وده اتسبب ان انا بعدت عن الملاعب لاكتر من 3 شهور، وعلي ماهر هو ابويا التاني، مش مسألة يعني علاقة مدرب بلاعب نهائيا. اكيد هو لاعب كبير جدا عمر كمال عبد الواحد، يعني كلام كتير قوي بيتردد الفترة اللي فاتت دي، سواء هيروح لنادي الزمالك او ممكن تكون وجهته النادي الاهلي. لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة مؤكدة، لكن الاكيد ان هو لاعب كبير وعنده امكانيات كبيرة جدا واضافة لاي مكان.